السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم معنا من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم، محل آثة الثقة. كما راكم تشوفوا خوتنا، اليوم جبنا لكم لو سالون ارك. خوتنا لو سالون ارك راهو توجو ديسبونيبل هنا بمحل آثة الثقة. خدمة تاعو بزاف شابة خوتنا، كما راكم تشوفوا. على بالكم بلي لو سالون ارك راهو بارمي لي ميور صالون اللي راهم موجودين هنا بمحل آثة الثقة. نخليكم مع هذه الصور الجميلة ونعاود نولوا فيما بعد. خوتنا لو سالون ارك كما راكم تشوفوا فيه القماش تاعو راهو كامل بالاونتي طاش، معناتها اي طاشه غير بلانجات وتتنحى. التيسي تاعو راهو فلوريجينال، فيه سات بلاص خوتنا. الهيكل الداخلي تاع لو سالون راهو كامل اون بوا روج، معناتها الخشب الاحمر مخدوم باحكام واحكام شديد. هذه هي البونكا تاع اون بلاص خوتنا، خدمه ما شاء الله لا فينيسيون خوتنا، ولي ديطاي تاعو بزاف شابين. عندكم كما قلت لكم القماش تاعو راهو كامل بالاونتي طاش، لي بيمل تحت راهم اون بوا ادر حاجه. الله يبارك المطلة خوتنا، راهي في الدي 30، يعني قاعده تاعو راهي كونفورتابل. لي زاكودوار هنا راهم كامل اون بوا اتر خوتنا، بهذا الازرار اللي خرجوا على لو صالون تاعنا اللي زادوا له جمال وجمال خوتنا. خوتنا كما قلنا لكم لو صالون ارك راهو مصنوع كامل بالانتطاش، يعني القماش تاعو راهو كامل بالانتطاش. مطلة دي 30 سواء في الظهر ولا في المقعده، وعندكم لي زاكودوار خوتنا لي زاكودوار تاعو، وعندكم لي بي هنا يا خوتنا رام كامل اون بوا اتر، كامل اون بوا اتر خوتنا. امام الخدمه تاعو شوفوا الخدمه تاعو، شوفوا الفصال، شوفوا الخدمه خوتنا بزاف هايله، يعني خدمه ما شاء الله. كما قلت لكم لي زاكودوار اون بوا اتر خدمه الله يبارك خوتنا. لو صالو هذا كما قلنا لكم مقبلات راهو كوفري. دوك يتفضل خونا هيثم ويفتح لنا لو صالو نشوفوه مع بعض. يعني هنا خوتنا سوا في التروا بلاص خوتنا راهو كوفري، كما راكم تشوفوا يرفد خير وبركه لداخل خوتنا، يرفد خير وبركه، وكذلك راهو كليك لاك، يعني راهو كوفري او ميم طون راهو ان كليك لاك، يعني بسهوله ينفتح، خدمه ما شاء الله. كذلك بونكات تاع دو بلاص، يعني البونكات تاع دو بلاص بونكات تاع تروا بلاص راهم كوفري او ميم طون كليك لاك خوتنا، كما راكم تشوفوا، يعني خدمه الله يبارك، خدمه متقونه وتفتح بكل سهوله. كما راكم تشوفوا خوتنا هذه تعتبر دوزيام ارموار خوتنا، يعني خدمه الله يبارك. وممتو كما قلنا لكم راهو كليك لك خوتنا، خدمه الله يبارك، يعني خدمه تاعو بزاف شابه كما راكم تشوفوا. دي ترونت راهي هنا في المقعده وراهي هنا في الظهر، يعني خدمه الله يبارك. ولي كولر خوتنا راهم ديسبونيبل، ما تنساوش حشيه في البث المباشر راح ندير لكم فيه تخفيض، ترقب والتخفيض تاع لو صالون الارك خوتنا اللي عاود رجع بكل قوه. هكذا خوتنا اللي حاب يحجز، اللي حاب يستفسر يتصل بينا على الارقام اللي مظهرين في الاطار الاحمر. وكما قلت لكم ما تنساوش ما تنساوش لا بروموسيون تاع الارك اللي راح ندير لكم اليوم في الليل. السلام عليكم.